موجز الأخبار من المحور. أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح فعاليات الدورة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية وينعقد في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وطلب الرئيس السيسي في بداية الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ذلك إجلالا واحتراما من مصر. كما شهد الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس الموقف التنفيذي لعدد من نماذج مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ، كما شهد افتتاح عدد من مدارس التعليم الفنية. وأنا عايز أقول هنا يعني محتاجين قوي نسجل بتقدير القرار اللي طلع من الجمعية العامة امبارح بعملية وقف الاقتتال والتهدئة أو الهدنة. ده مهم قوي، لأن طبعا حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد يكون ليه يعني قد نندم عليه بعد كده عندما تخرج الأمور عن السيطرة. وده أمر أنا يعني برضو بسجله هنا وبحذر منه. امبارح كان في طيارات مسيرة دخلت وتم إسقاطها أي مكان المكان اللي هي جاية منه. أنا حذرت قبل كده من إن اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة، والمنطقة كده هتبقى عبارة عن قنبلة موقوتة تأذينا كلنا. عشان كده بقول من فضلكم مصر دولة ذات سيادة، وأرجو إن احنا كلنا نحترم سيادتها ومكانتها. وهنا الكلمة اللي حولها دي ملهاش معنى يعني تباهي أو تماهي. مصر دولة قوية جدا لا تمس. مصر دولة قوية جدا لا تمس. فمهم قوي ان احنا لشبابنا وشاباتنا وكل المصريين المعنيين بالموضوع انهم يبقوا قلقانين، لا ما تقلقوش، وبفضل الله سبحانه وتعالى زي ما حافظ البلد ديت في 2011 و2013 هيحفظها دائما. ليه طيب هيحفظها دائما؟ لان احنا ابدا في سياساتنا اللي بنعملها ما كانش فيها سياسات لا غدر ولا خسة ولا تآمر ولا انتهازية ولا حتى مصالح. كان مصلحتنا ان الدنيا كلها تبقى مستقرة ونبني ونعمر في بلدنا. ده اللي احنا اشتغلنا عليه. وما افتكرش في سنن الوجود اللي احنا موجودين فيه ان يبقى في قيم زي كده بيتم التعامل معها واصحابها يتم يعني ايذائهم او يعني القضاء عليهم او تدميرهم او اي حاجة. لا، وعلى كل حال الدولة المصرية بفضل الله وبفضل شعبها وشبابها وجيشها ووعيهم قدرة على أن هي تحمي بلدها تماما. تحمي بلدها تماما. فما تقلقوش، شوفوا شغلكم وشوفوا حالكم وعيشوا حياتكم. وإن شاء الله إحنا بنبذل جهد كبير جدا عشان نخفف ونهدئ من حالة يعني الاقتتال اللي موجودة في القطاع، وبنبذل جهد عشان المساعدات الإنسانية كلها تخش. وهنا لازم يعني أسجل كل الشكر وكل التقدير للدول التي قامت بإرسال مساهمات ومساعدات إنسانية. وبرضو مهم قوي إن احنا نبذل جهد ونضغط عشان كل المساعدات دي تدخل بحجم يتناسب مع حجم الطلب اللي جوه، حجم الاحتياج اللي موجود جوه القطاع. احنا بنتكلم في 2.3 مليون. النهاردة احنا بنتكلم في حصار كان موجود قبل كده وبرضو بقى اشتد جدا في المية والوقود والمواد الغذائية والمواد الطبية والكهرباء كمان. فالاحتياج ضخم جدا، وبالتالي ما افتكرش ان نقدر نحدد ده بعشرين شاحنة او 60 شاحنة او 100 شاحنة. لا، هو اي حجم من الشاحنات
اللي ممكن ادخالها للقطاع امره في منتهى الاهميه دلوقتي. يتبقى ان احنا بنبذل جهد ايضا، انا بقول بس للجميع يعني، ان احنا حريصين ايضا على ان احنا بقى لنا دور ايجابي في تخفيف حده الازمه من خلال اطلاق سراح الاسرى والرهائن اللي موجودين في القطاع، وبنبذل جهد بس مش كل حاجه بيتم الحديث عنها، يعني لما بتخلص بنبقى هنعلن عنها. مره تانية انا بطمنكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وبطمنكم بالله سبحانه وتعالى، بالله محدش يقدر، محدش يقدر. وفي سياق آخر، رحب الرئيس السيسي بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة. وأضاف الرئيس السيسي في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا القرار هو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، معربا عن تمنياته أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين. تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار تقدم أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذلك أعمال المرافق، مشددا على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات والجودة والمواصفات الهندسية. وأضافت الوزارة في بيانها أن منطقة غرب المطار تقع في قلب مدينة أكتوبر الجديدة، وجاري بها تنفيذ 35,000 وحدة سكنية بالإضافة إلى 25 مبنى خدمية، كما تم الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 13,000 وحدة سكنية، وجري تسليم تلك الوحدات للمستفيدين، حيث تتم المتابعة الدورية للالتزام بالبرامج الزمنية المعدة لتلك المشروعات. يستضيف فريق فاركو في 14:00 اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية فريق الجونة، وذلك في إطار الجولة 5 من منافسات الدوري المصري الممتاز. ويلتقي فريق الاتحاد السكندري في 7:00 اليوم مع فريق المقاولون العرب على استاد الإسكندرية، كما يواجه فريق زد في التوقيت ذاته نظيره فريق سموحة على استاد القاهرة الدولية.